مراسلات سفيان البحري من الدار البيضاء. شهد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ليلة يوم الأربعاء 12 أبريل وهو يتجول على متن سيارة رباعية الدفع بحي درب السلطان في الدار البيضاء، حيث يوثق مقطع الفيديو الأمير وهو يحيي المواطنين بيده، ويرافقه أفراد الحرس الأميري في تحركاته التي نالت استحسان المغاربة الذين يحبون أميرهم الذي يبادل نفس الشعور. وقد اعتاد المغاربة على خرجات مثل هاته للملك محمد السادس القريب من شعبه، وأسوة بوالده يسوق الأمير مولاي الحسن سيارته ويتجول في شوارع الدار البيضاء، ويتابع المغاربة بشغف هاته الخرجات حيث تحظى بمشاهدات عالية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد سبق أن نشر سفيان البحري أول فيديو للأمير وهو يتجول في شوارع الرباط بسيارته رباعية الدفع يوم 18 أكتوبر السنة الماضية، ويوثق الفيديو لحظة مروره من شارع محمد الخامس في قلب العاصمة الرباط.